طيب دلوقتي قبل ما نبدأ فقراتنا خلونا نروح نصبح على زميلتنا ليندا عبد اللطيف ونعرف منها أخبار الطقس وأسعار العملات وأسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير أحمد. صباح الخير جمانة. صباح الخير يا ليندا. الحقيقة أحمد لسه ما زال الجو حر جدا الصبح معتدل بالليل، ولكن أفضل بشوية بسيطة قوي عن امبارح. امبارح القاهرة سجلت 37، النهاردة بتسجل 36. ده رحمة ربنا علينا يعني. الدرجة دي بتفرق الأيام دي. أكيد طبعا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90، أما الشراء فسجل 18.83. اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65 والشراء سجل 22.55. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82، أما الشراء فسجل 2.80. الريال السعودي البيع سجل 5.03 والشراء سجل 5 جنيه وقرش. الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 849 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 990 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1131 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7920 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال طقس تاني أيام العيد. النهاردة الجو هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.